في عام 2008 خسر الملايين حول العالم مدخراتهم وثرواتهم بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكية، إلا مايكل بيري فقد خرج أكثر ثراء، لأنه من القلائل الذين توقعوا انهيار البنوك بسبب الفقاعة العقارية، بل وراهن بأموال صندوق التحوط الذي يديره ساون كابيتال على ذلك، فاشترى سندات مثبتة السعر ثم قام ببيعها على المكشوف. بسبب ما فعله مايكل تحولت قصته إلى كتاب، ومن بعدها إلى الفيلم الشهير The Big Short. وها هو الآن يجدد رهانه، فقد كشفت سجلات لجنة الأوراق المالية الأمريكية أن بيري اشترى سندات بقيمة 1.6 مليار دولار في رهان على انهيار البورصة، وتحديداً مؤشري ناسداك 100 وS&P 500. فهل سيتحقق توقعه هذه المرة؟